السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 11 يناير 1944 نص قرائي صفحة 70 71. بطبيعة الحال ما تنساوش تشاركوا في القناة وديروا واحد الإعجاب، وكاين واحد الزر تما ديال التشكرات أو ديال الشكر اللي بغى يدعم القناة ديالنا، أو كاين زر الانتساب تا هو فيه الدعم للقناة، الناس اللي كيستافدوا من القناة. إذا على بركة الله نبداو. إذا هذا هو النص، ما غاديش نطولوا كما العادة، غتقراو النص مزيان وتفهموه، ضروري تقراو تفهموا عاد بدا تجاوب معنا في الاسئله. صافي باش ما نطولوش، اذا ندير واحد اكتشاف النص. دلالة العنوان، العنوان عباره عن تاريخ يذكر القارئ بحدث مهم في قلب كل مواطن، كما يذكر ايضا بعزيمه اجداده الابطال. الا وهو شنو هو هذا التاريخ؟ هو استقلال المغرب، او المطالبه، او المطالبه باستقلال المغرب في 1944. نعم. نوعية النص، النص عبارة عن سيرة ذاتية تدرج في المجال الوطني الإنساني ذات الطابع الحجاجي. بس حاليا النص عندنا ناخدو فكرة أساسية وفكرة عامة وفكرة أفكار أساسية، زوج. صافي هاد زوج نوريكم من كتب. المهم يحكي في العامة، يحكي الكاتب عن تجربة، هاد الأيام هادي ما عرفتش سلسلت ليا، عن تجربة روحية قام بها من أجل وطني رغم بعده عنه، وهي توقيع على وثيقة 11 يناير 1944. الأفكار الأساسية: توقيع الكاتب لوثيقة استقلال وعجزه عن نسيان ذلك اليوم. غادي نجيو هنايا هاد العارضة، نهبطوها هنا باش نديرو فكرة أخرى. تضحية المغاربة بحياتهم ومالهم ونفوسهم من أجل كلمة الاستقلال التي تعني الأمن والأمان. صافي نبدأ دابا في أسئلة ديال النص. ما الدلالة الوطنية لعنوان النص؟ يدل العنوان 11 يناير 1944 على اليوم الذي قدم فيه المغاربة وثيقة المطالبة باستقلال. هنا ماشي استقلال بل المطالبة، طالبوا باستقلال. الاستقلال غيكون في 1956. هل للعنوان علاقة بنوعية النص؟ النص عبارة عن نص سردي يتحدث فيه الكاتب عن جزء من حياته المتعلقة بحدث 11 يناير 1944 وبعض انعكاساته. إذا هناك علاقة تكامل وترابط وتضمن بين النص وعنوانه، أو وتضامن اللي يعجبك. حيد قاعد نسالك وترابط بين النص وعنوانه، حيد ديك وتضمن وارتاح مع راسك. إذا ثلاثة، استعن بالمعطيات السابقة وحدد نوعية مجال النص. المعطيات السابقة هما هادشي اللي داز دابا، العنوان واحد وزوج. انتقل من الأسئلة السابقة، يتضح أن النص يتحدث في المجال الوطني والاجتماعي والإنساني. مهم تقع شوف المجال ديال النص فين كاين وكتبو. أفهم النص: ما هو اليوم الذي لا يستطيع الكاتب أن ينساه ولماذا؟ اليوم الذي لا يستطيع الكاتب أن ينساه هو 11 يناير 1944، لأنه هذه لماذا؟ لأنه كان يعيش في عزلة مادية عن بلاده. أين كان يعيش هذا اليوم وكيف عاشه ولماذا؟ عاش ذلك اليوم في مصر، وهو ما يزال يعيش تلك العزلة المادية. عادية كيف؟ العزلة المادية. ولماذا؟ لأنه كان بعيد عن وطني المغرب. أجوبة بسيطة سهلة، ما كنطولوش. فيما فكر المواطنون الواعون، فكر المواطنون الواعون في المطالبة بالاستقلال. إذا نقلوا هذه الأجوبة باش ندوزو للسؤال الرابع. طبعا إذا أربعة، ما هو التأثير الذي أحدثته كلمة الاستقلال عند المستعمر؟ كانت كلمة الاستقلال مروعة يعني مخيفة بالنسبة للمستعمر، وذلك يتضح من خلال الممارسات الشنيعة للمستعمر كالتعذيب الذي مورس على مجموعة من الشهداء والمناضلين، كالشهيد عبد العزيز بن إدريس وهاشم الفيلالي وأحمد مكوار. صافي تنمر. ماذا يقصد الكاتب؟ نشوفوا. إذا ماذا يقصد الكاتب بالعزلة المادية؟ يقصد الكاتب بالعزلة المادية الغربة التي يعيشها هو وأصدقاؤه خارج وطنهم المغرب. في النص كلمة مفتاح، استخرجها. كلمة مفتاح يعني كلمة مفتاحية، استخرجها وبين علاقتها بعنوان النص ثم بمضمونه.
الكلمة المفتاح المقصودة هنا هي كلمة استقلال، وهي الأساس التي ينبني عليه النص الذي بين أيدينا، إذ يسعى العنوان إلى لفت الضوء إلى يوم 11 يناير 1944 يوم تقديم عريضة المطالب بالاستقلال، لأنه جزء لا يتجزأ من أجل تحقيق هذا الأمر. إذا كتبوا باش ندوزو السؤال 3 اللي كيقول لنا: استخرج من النص ما يدل على قوة العزيمة والإيمان بالنصر لدى المغاربة. اللي كيشوفني كنزرب يوقف الفيديو ويقول على خاطره شوية عليه. صافي، إذا 3: نستخرج من النص ما يدل على العزيمة. انطلاقا من فهمنا وتحليلنا النص يتبين لنا أن هناك العديد من العبارات التي تدل على العزيمة والإيمان لدى المغاربة، وكان من أبرزها العبارات الآتية، هذه العبارات والجوابها، واسمعوا: وتحدى المواطنون قوة الأقوياء و وما يزال معناها وما يزال معنى العميق يسير في طريقه منتصرا على كل العقبات والصعاب. تحدث عن دور المناسبة الوطنية في تنمية روح المواطنة لدى، نشوف هذا الجواب، نقوله: لا يخفى على أحد منا أن حب الوطن من الإيمان، وأن الجميع مهما علا شأنه أو دنا فإنه يظل تابعا لوطنه وجزءا لا يتجزأ منه، ومن أجل ترسيخ هذا الحب يتم الاحتفال بالمناسبات الوطنية بحال عيد الاستقلال، عيد المسيرة الخضراء، ذكريات أو مناسبات وطنية، عيد العرش مثلا، تذكير بها وبأبطالها والتضحية التي بذلت في سبيل هذا الوطن. الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى ترسيخ قيم المواطنة من أجل النهوض به والحفاظ عليه من كل معتد. ما دلالة العبارة قذف المواطن الاستعمار بالكلمة المروعة اللي هي استقلالية؟ استقلال تدل العبارة كاستنتاج مباشر على القدرة القوية لدى الشعب المغربي في طرد أو على طرد المستعمر من أرضه الذي لا يرضى بتعرضها للاستعمار، وكذلك ليحقق مبادئ يسعى إليها كالحرية والأمن والاستقرار. كما أن الكلمة المروعة فتدل على كلمة يخشى المستعمر بغية رضعه، وهي كلمة استقلال. أذكر بعض أسماء الفدائيين المغاربة: شهداء اللي تحملوا شوارع، المهم، أو ساحات. مثلا عبد الخالق الطريس، طاهر بن عبد الكريم، محمد القاري، مثلا بن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الزرقطوني، محمد الزرقطوني. هؤلاء الفدائيون هؤلاء الفدائيين رحمهم الله فقدوا حياتهم من أجل التغيير ومن أجل غد ظاهر. ابحث عن دلالة كلمتين. عندنا يحيى تشير هذه الكلمة إلى الاستمرارية، ومروعة مرعبة مخيفة، وصلوا وسلموا على رسول